ما قالوش. طب سيب الظرف واستنيني بره. حاضر. الو نسيم باشا؟ ايوه مين اللي بيتكلم؟ حضر مليون جنيه كاش عشان تاخد الاصل. انتوا مين؟ احنا الماضي. ماضي ايه؟ ماضيك الوسخ. ارجع لورا. اه هو انتوا؟ مليون جنيه ايه يا معفن من ناكلو؟ انتوا ما تعرفوش انا مين؟ انا هبقلشكوا نهايتكوا على ايدي يا صيع. رد فعله ايه؟ شكله مش عايز يتهدد. طب وبعدين؟ هنعمل ايه في المصيبة دي؟ هو اللي جاب الروح. شانكو شيكابالا شي توس واي سي دانغ سومو سومو سومو. يقولون لسيادتك انهم مندوبون شركه واي سي دانغ كومباني واتونا لاستلام الشيك، هل هي جاهز؟ قولي لهم هكتبه دلوقتي. عايزينه باسم الشركه؟ سيكوكو بانسا بالوني ياهو. يقولون أنها لابد أن تكون بتاريخ اليوم. بتاريخ اليوم؟ أوكي بتاريخ اليوم. شيكو نومو إيشا ربو غفار صومو. ودي مين دي؟ كولوكو زينيلا زوجته. زينيلا زوجته. خليهم يبلغوا الناس في الصين إن أنا هكمل الديل ده من سويسرا. صومو صومو حبيبي صومو. بصص علينا بصص علينا. طب اطلع بالمعلوم اطلع بالمعلوم. صينيين صينيين يعني مش هزار. سكولا ميمي سكولا ميمي. يقولون لك سكولا ميمي. الو ايوه يا باشا الوفد الصيني لسه ماشي. ايوه صرفوا يا باشا باماره سيكونانا ميمي. يا عم اركن وخلص. ها يا باشا ازي سيادتك يا باشا ازي سيادتك. اهلا يا باشا اهلا يا باشا. مباح الصيني ماشي 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 يا باشا. مع الف سلامه مع الف سلامه يا باشا مع الف سلامه مع الف سلامه يا باشا مع الف سلامه. حاجة خالص خالص. اوعى وشك اوعى وشك اوعى وشك. شاكيرا اوعى وشك. مارينا اوعى وشك. يولو اوعى وشك. قطعنا ولا وشك. ما انا برضه عملت اللي عليا. هبقى اسيب لك نمري يا عم. في ايه ما انا هشوفك. طب يا محسن سلام سلام. ايه يا لولا الاخبار؟ فاكس غريب قوي جه يا باشا. يعني ايه فاكس غريب؟ الشركه الصينيه بيقولوا هيبعتوا مندوب ياخد شيك ب $200,000 مقدم العمليه الجديده. نعم؟ ما هم خدوا يا ولاد الكلب، دول بقلشوني. هو في ايه يا باشا؟ مالكيش دعوه، روحي البنك شوفي لي مين اللي صرف الشيك، اجري. باي باي بابا. باي باي يا حبيبي. مش عايز حاجة؟ سلامتك. يلا هاتوها بسرعة. بابا الحاج يا بابا. حطي لسانك فوق خالص يا عصافير. ايه ده؟ اوعى عشرة كمان. خش. ايه انت اهو. هاتوه معانا عشان ما تقولش عايزة بابا عايزة بابا، يلا بسرعة. انا بس هاكل الحنفية. يلا اطلع الحنفية بقى. انا بس. يا ولد. يلا انت بسرعة. هلو. لولا. انت جايه من العراق ولا ايه؟ تسمح تولع لي؟ نيران عاديه ولا نيران صديقه؟ طبعا ولع عليك. ايه ده؟ على فين؟ الست عايزه تولع، استنى ولع لها. يا جدع استنى. وانت ايه اللي جابك؟ مش كنت خليتك في البيت مت موتة ربنا احسن؟ مش فاضي النهارده يا حيوان، ده احنا هناكل ضرب يا خال. بس ما تقطعش. وقوية وكلها عناية. تعال منديل الحلو يدلك لي ركبي اللي شخشاخت دي. يا خال احنا مخطوفين مش في رحلة. ولا انت عرفني ها؟ نسيم باشا. انا عبده. باشا دي حاجة جديدة قوي عليا. انا عبده النمر ها، فتوة مصر القديمة تما، وفتوة اسكندرية والجمرك، المكان اللي عملت فيه الخميره بتاعتي. يجوا شويه عيال صيع زيكم يبقلشوني ويهددوني ويسرقوني. يا باشا اكيد في سوء تفاهم. اخرس لغايه لما اكمل كلامي. اخرس يا حيوان. 24 ساعه 24 هاورز. لو الفلوس والورق بتوعي ما رجعوش يبقى خلي صاحبك يقرا على روحك الفاتحه. مش انت بس، انت وحبيبه القلب القطه وخالك. الله ما تبتدي بخالد دلوقتي عقبال ما اخدها اجيب الورق والفلوس. اخرس. استر يا رب، استر يا رب. خدها في ايمانك. مش مطمن، مش مطمن يا ايه. يعني هيكون راح فين هو عيل هيتوه؟ ده نزل يجيب سجاير بقاله 3 ساعات وجاي. ايه بيشربهم هناك؟ الو مين؟ نسيم باشا؟ في حاجه؟ جعفر ايه اللي وداك عندك؟ بقول لك خطفوني وخطفوا عيشه. وانا انت مش مهم. لا يا حوده مش انت، اتصرف، هات الفلوس والورق بتاع عبده المجنون. نسيم باشا. اقصد بتاع نسيم باشا المجنون. هات الورق وتعالى يا حوده، هات الورق وتعالى. اسمع يا حوان، بكره الساعه 2 تقابلني قدام المطار، تجيب معاك كل حاجه. هعمل تليفون، صحابك هيمشوا، 2 و10 انساهم وانساني، مفهوم؟ تيجي لوحدك. يعني مسافر؟ طبعا، قروض على املاك وهميه وزيه زي غيره. بالسلامه. ملناش دعوه بالقروض دي دلوقتي. يعني ايه؟ الساعه 2 بكره الراجل مسافر وسايب مصر، هيستفيد بايه لما هو جعفر وعيشه؟ اكيد بيهوشك. انت عايزه تقولي ايه بالظبط؟ يا حوده احنا لو عشنا طول حياتنا بنشتغل مش هنعرف نجيب المبلغ ده تاني. ايوه بس دي مش فلوسنا. يا سلام، انت اللي بتقول كده؟ ايوه بقول كده بعد ما حبيتك. ما هو عشان حبيتني لازم تساعدني. صاحبي مش هيجرى له حاجه. وافرضي جرى له؟ يا سيدي خليك متفائل. يا حوده احنا تعبنا كتير قوي في حياتنا، وانا لما صدقت لقيتك تعوضني كل اللي فات. طب انت عارفه الراجل ده هيهرب بفلوس مين؟ مين؟ بفلوسي وفلوسك وفلوس الناس الغلابه. يا حوده ارحمني بقى من الخطب والشعارات دي وكلمني جد. انا عمري ما كنت جد زي النهارده. يعني انت عايز تعمل ايه؟ مش عارف. رايحه فين؟ لما تعرف تاخد قرار ابقى كلمني. أنا معجبة بيك قوي يا جعفر. مش وقته يا عايشة. تفتكر حودة ممكن يستندل؟ لا، هو المبلغ كبير بس حودة عشرة عمر، أكيد هيجي أكيد. مش عارف يا عايشة، مش عارف. طب وآية؟ هي دي اللي أنا خايف منها. أنا آسفة، أنا ما كانش ينفع أسيبك في الظروف اللي زي دي. وأنا كمان كنت حاسس إنك هترجعي. بنسيني. أيوه. المكان اتغير، بقى 10 شارع الجزيرة الزمالك. حالا هبقى هناك. وما تنساش تيجي لوحدك. طبعا هكون لوحدي. مع السلامة. نسيم باشا فين؟ اتفضل معانا. مالكش دعوة. ورقك وفلوسك تمام؟ الورق تمام بس الفلوس ناقصة يا حبيبي. مش ناقصة كتير، وعلى العموم ده عرقنا اللي انت اكلته علينا من 15 سنة. خليهم يفكوني، وكلم رجالتك يسيبوا جعفر وعيشة. هو دخول الحمام زي خروجه. يعني ايه؟ هتعمل ايه؟ لا لا انزلوا حضروا لي العربيه. طب يا باشا احنا كده قبضنا عليه، اروح ابلغ البوليس. انزل استريح في العربيه. برافو يا باشا. بعد نص ساعة هتبقى أنت في الباي باي. هسافر أنا، صحابك كمان هيبقوا في الباي باي. سلام يا شهيد الصداقة. 10 مرات، انا واطي 10 مرات، بس انقذني يا حوده. حوده بيه يا كلب، انقذني يا حوده بيه، ابوس ايدك. تعالى يا حقير. يلا 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 عشان البوليس مستني تحت. قوم يلا. لك شهيد الصداقة. قناة الحقيقة ومع البطل النط من دور 36، ممكن تقولي ايه شعورك بعد النطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هيبقى اقول لك بعدين. من واقع الحدث نقلنا الحمد لله رب العالمين. اتفضل يا استاذ، قدامي على البوكس. سيادتك هو اللي زقني واحنا اللي مبلغين وحالتنا زباله يعني. مفهوم مفهوم، انت عندك قواضي كتير، تعالى معانا وبعدين نكافئك على بلاغك. قوم يلا يلا بينا. متشكرين يا جماعه، نجاملكم في الافراح مع انك انت ما شلتش حاجه. انا شايفك. ايه ده؟ في ايه؟ دلوقتي يا جماعه الحقير اللي واقف قدامكم ده طلع في التلفزيون وقال على نفسه انه بطل من ابطال اكتوبر، وقال عليا ان انا اسرائيلي عشان عضته في ايده. انا بقى عضته في حته تانيه خالص يا جماعه، هنشوفها كلنا مع بعض دلوقتي. اتفضلوا معايا. ايه ده؟ بتعمل ايه؟ اوعى بتعمل ايه؟ اوعى لفي. اوعى اوعى ايدك. وطي. انت عايز تصور مع العدله الجديده بربع جنيه. تصوير بس، تصوير بس، مفيش حد يقول لي بس. اجدع وانشط ضباط في العاصمه كلها والمصحف، ولو محتاجين يعني عسكري مخبر امين عندي يا باشا. يا ابني ابعد عننا بقى، الله لا يسيئك، احنا لا ظباط ولا نيله. امال انتوا ايه يا باشا؟ احنا لسه في ثالثه مطافي. يعني فاضل لنا السنه والدنيا تولع. محدش فاهم حاجه خالص. يلا يا خالص. يلا خالص. يلا اجري يا. اوعى وشك والميه. اوعى وشك. Shakira,